الرحيم البشير بوطالب، رئيس مؤسسة الأوقف الإسلامي في ألمانيا. فيما يتعلق بموضوع الوقف عموما، أعتقد أن المغرب يمكن أو الدول العربية عموما يمكن أن تستفيد من تجارب الأوروبية، وأقول بالخصوص الألمانية، لأن الوقف في ألمانيا هو مؤسسة مستقلة ذات صفة اعتبارية، وهذا إيجابي. أيضا في ألمانيا ليس عندنا تلك المركزية التي تحجم أو تضيق العمل الوقفي أو النشاط الوقفي بشكل عام. أعتقد أن المغرب أو دولنا العربية يمكن أن تستفيد من ألمانيا، أولا في مجال تطوير الأوقاف، ثانيا في إطار تدبير وتسيير الأوقاف كاستثمارات المحافظ الاستثمارية إلى غير ذلك، إضافة إلى موضوع الأنشطة الخيرية بشكل عام، ترتيبها وتنظيمها. نحن في ألمانيا مثلا عندنا أسلاك تكوينية، أولا لمدير الوقف، يعني يمكن أن تتكون كمدير أو مسير للأوقاف خلال سنة. أيضا يوجد عندنا استشاري أوقاف، أيضا دورة تكوينية لمدة سنة. فأعتقد مثل هذه الدورات أو مثل هذه الإمكانيات، أولا توفر طاقم وتوفر كفاءات وقفية، ثم تنقل تجربة. وأنا أعتقد أننا نستطيع أن نقيم شراكة بين الجامعات في المغرب وبين ألمانيا المعاهد هناك، لتوفير نقول تكوين مشترك بين البلدين، وبهذا نستفيد من التجارب من التراث في المغرب ومن التجربة المتقدمة في أوروبا. دكتور عبد الرزاق الصبيحي، أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، والذي تجربة من العمل في مجال الأوقاف لمدة 20 سنة. طبيعة الحال بدعوة كريمة من الدكاترة الأفاضل في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، يعني طلبوا أن يستفيدوا من هذه التجربة في بلورة الجانب العلمي للمؤتمر، وبطبيعة الحال لم يكن إلا أن ألبي هذا الطلب، فاشتغلنا على يعني 4 محاور. المحور الأول وهو الجانب الشرعي من حيث تأصيل الأوقاف الصحية، لأنه أغلب الناس يعتقدون أن الوقف هو مقتصر على جانب الشعائر والقيم الدينيين والمساجد فقط، وهذا أمر مهم، ولكنهم بطبيعة الحال يغفلوا الجوانب الأخرى ومن أهميها الجانب الصحي. فإذا كان لابد من جانب تأصيلي حتى يدرك الناس أن الجانب الوقف على الجانب الصحي هو من صميم الأوقاف. ثم لابد من أن ندرس التاريخ، سواء خاصة تاريخ مغربنا الحبيب الذي بطبيعة الحال يحفل بهذه الأوقاف الصحية والوقف على جوانب الرعاية الصحية. والمحور الثاني وهو الحديث عن واقع الأوقاف الصحية، سواء في المغرب أو من خلال التجارب الدولية، ومجموعة من التجارب عرضناها يعني في الدول الإسلامية وخارج يعني الدول الإسلامية، في بريطانيا، في ألمانيا، في يعني مجموعة من الدول، وأيضا في الدول الإسلامية، الكويت، دبي، الإمارات العربية المتحدة، إلى غير ذلك من التجارب الناجحة والرائدة. ثم المحور الأخير وهو استشراف المستقبل، لأن هذا هو المهم، هو الوعي بالتاريخ ثم استلهام دروسه، والوعي بالواقع والحاضر من أجل استشراف المستقبل. وهذا كان موضوع المحور الأخير الذي هو يعني مستقبل أوقاف الرعاية الصحية وخاصة في المغرب، وكيف نطور الأوقاف الصحية في المغرب بما يخدم بلدنا إن شاء الله تعالى.